دكتور فود، انت وين تعلمت؟ سانشاين بدك تعرفي وين تعلمت وكيف بلشت؟ تعي مشي. مين تذكرت منا؟ استاذ وديع والياس. لا ما تذكرت، هيدي مش بس فهمانيه، هيدي بات. صح، لانه كنا ننام فيها يعني 4-5 ايام ننام هون وننام يومين ببيوتنا، نتغدى وننام ونتعلم هون. الا فضل علينا جميعا الحقيقه. حسن ما عرفت منك انه في تجدد وفي قصة جديدة عم تصير. صحيح، يعني المعهد هلا عم ينطلق انطلاقة جديدة، في تركيز هلا بالايام على التمريض لانه الحاجة بلبنان للتمريض صارت ملحة، والفندقي لانه بلدنا سياحي بامتياز. في تطور مميز يعني. صار عندنا مشكلة حقيقة كثير كبيرة، لذلك عم بيدفع ثمن المواطن بهالمجال هذا، نحن عم نحاول بنص قصة نمشي. لا توقع المدرسة ولا الطلاب نحطهم بالشارع بدون ما يتعلموا معنا. هيدي عقليته للمعهد. هيدي فكره، هيك بفكر المعهد من زمان يعني بهي الطريقة. نحن ربينا هيك، المؤسس ربينا هيك، والاستاذ رامز الله يرحمه الله كان على ايامك، كان يقول لنا اللي بتطعموه لاولادكم طعموه لتلاميذ. عرفنا نكملها معكم بهالجهود. نشكر الله، نشكر الله، سكر سنة. اليوم انتم بتنطروا مؤسسات معينة تدعم بهذا الموضوع لحتى تقدروا تكملوا. 100%، وهذا اللي واحد من الاسباب اللي خلاه يرجع يفتح المعهد. ذو اهالي التلاميذ اللي هي مو مثل ما قلنا بنص قصر. اذا بدنا نستغل هذا الظرف لمين لازم نوجه الرساله ليقدر يكون هو داعم لهذا الموضوع؟ وهذا اللي حكيته هلا كثير حلو. بس اليوم نحن فينا نناشد اكثر جمعيات لتقدر، بعرف انه هي المنطقه وحيسيت هذه المنطقه وحواليها مناطق شوي بحاجه وبحاجه لدعم، انا ما كثير بعرف شو هن المؤسسات اللي لازم نحن نلجا لهم او نعيط لهم. مبدئيا هلا التعليم والجامعات عم بيكونوا متكلين جهات فرديه. يعني اليوم نحن بدنا اشخاص هي لبنانيه بتحب هذا البلد وهذا المجتمع تدعم شخصي لهذا لهالمشروع ليضلوا ناجح ومستمر. اللي مرقوا بيعرفوا قيمه المعهد، انه نحن نفسيتنا ونفسنا انه المينيموم كوست بكواليتي محترمة جدا. أنا اليوم أنا وعدته للأبونا كعائلة دكتور فود، أنا وست شروق متكفلين بعشر تلاميذ يتعلموا هون عسنة كاملة. أنا ما كفيني هالشي صراحة، لأنه أنا بعرف إنه هذا المعهد كان فيه 400-500 تلميذ أكثر. أيام ما كنا شي 1000. بحب يرجع أكثر من 1000. فبوعدكم أنا وشروق أنا ندعم هذا الموضوع. زيارتك اليوم لهالمعهد هذا رح تترك أثر طيب بنفوسنا وفائدة كبيرة لطلابنا. شكرا كثير. كون انطلاقتنا الجديدة بدعم منك مبارك. بدعم متابعينا وأحبائنا إذا الله راد، وإن شاء الله نحن ما منقصر بهذا الموضوع. الله يبارك أعمالك، نحن منتابعك دايما، مندعي لك ومنطلب لك التوفيق. تفضل. هذه السلة لازم تغيرها هيك بعد ما يعطيكم العافية. شو محضرين لنا اليوم؟ تيكت كارد. مين اللي عملها أنت؟ الأستاذ. بتعرف إنه أنا تعلمت مدرسة هون، بتذكر أنا كان في أستاذ إيميل وأستاذ اللي هلا جوهر السحمراني. جوهر السحمراني كانوا تلاميذ كان هون وعلموا. هلا بلشت بالأساتذة، مواقعهم هلا كثير مهمة، النهج اللي بيعلموكم إياه بتقدروا توصل لمحل، بيعطوكم ثقة بحالكم، وقت الشخص يكون عنده ثقة بحاله رح يقدر ينتج يعطي صورة حلوة عن محل ما تعلمه عن بلده. فأنا بدي أقول لكم شغلة، دكتور فود انطلق من هون، بتعلم هون واشتغل بكريبوي. كريبوي باترون. فأنا الكل بقلكم إياه أنه لازم تحسوا حالكم عم تعملوا شيء لتنطلقوا فيه بقوة. المنه اندفاعي ما بيوصل لمحل، بتتعلم بتاخد خبرة، بس بدك تكون اندفاعي بالحياة ويكون عندك ثقة بحالك. أنا كتير مبسط أني شفتكم، وإن شاء الله منشوفكم بعد سنين طويلة بأعلى المراتب. بعد الصلاة محل ما بنقعد وناكل تحت منا هلأ منشوف هذا. يلا أنا أول مرة عملت مايونيز. أهم شيء فيها الجوز الهند والزبيب والأناناس. منو جايب شاف الأناناس؟ ماجب الأناناس. الداخلي منو شيء سيء، الداخلي بخليك تفوت بمجتمعات بعيدة عن مجتمعات، بيقوي لك شخصيتك، بينمي فيك استقلالية، بينمي فيك المسؤولية. الداخلي مش شيء عيب يا ولدي. كثير شيء حلو أجي أشوف وين درست جوزي. المعهد النادر الفني اللي المعهد تأسس من سنة 1955، هو عنده اختصاصات عديدة، خرج العديد من الطلاب. منشوف من تلاميذنا العديد السياسي والقضاء والأمن، ومنهم من برع بعمله الخاص وأدى نجاح كثير كبير. واليوم موجود معنا شخص من أولئك الطلاب الذين نفتخر بنجاحهم وبشهرتهم على صعيد الوطن وعلى صعيد العالم العربي. زيارتك اليوم لألنا كريمة وكبيرة. هالمعهد هذا اللي تعلمنا فيه جميعا أكيد لح تترك
بنفوسنا جميعا أثر طيب، ولح تكون لطلابنا مفيدة جدا. دكتور فود، نحن بنشكرك على تلبيتك لدعوتنا. شكرا. وإن شاء الله نضل على تواصل مع بعضنا البعض، ندعم هالمعهد هذا وبنشوفك بيناتنا حاضر قلبا وقالبا. دكتور فود اللي قدم دعم بشكل منح للطلاب لندعم لكم الأقساط، نحن بنفتخر فيك. شكرا لكم. مثل ما قلت لكم هذا المعهد انا ربيت فيه، كنا نجي التنين الصبح ونفل الجمعه الساعه 12 بالليل، بس ما كنا نصدق اي سعفت. انا ربيت هون، انا نمت هون وتربيت هون وتعلمت هون ونمت شخصيتي ونمت علاقاتي، وهون خلاني اندمج بالمجتمعات اكثر واكثر، خلاني اتعرف على شركائي بهذا الوطن بين جميع الاديان والاطياف. انا بتشكره وان شاء الله نضلنا على طول قادرين نعطي للطلاب لحتى نشوف اجيال عم تتعلم. شكرا كثير لكم. شكرا لك ابونا، والمعهد نادر بيبقى بالقلب. شكرا. هذا المعهد عم يتطور وانا وانتم بعدين بخبركم اكثر وكيف رح ندعم هذا المعهد وكيف رح نخلي التلاميذ كلها تتعلم. بس حبت واختار انا اخذ التيك اواي كأنه أمي عملتها بالبيت. والله بدي أقول لكم شغلة واحدة مشان ما تقولوا دكتور فود ما قال لي إياها. العلم هو جيد وهو بيوصلك بالتراتبية، بس بدك تحط براسك شغلة واحدة، إذا عم تتعلم وتروح تحط راسك بالبيت وناطر بس تتخرج وتروح تاخد معاش 1000 و2000 دولار، لا ما رح تزبط معك. مقابلة خلينا نقولها ستاج، بيقول لكم إياها الأستاذ يمكن ستاج بس هو شغل فعليا. هون حتوصل لمرحلة إنك تتخرج عندك خبرة كتير كبيرة وعندك شهادة بتفوتك أي شغل بدك إياه. بمسيرتكم هلا يمكن بشغلك ولا بهون حتلاقوا أشخاص حيجربوا يحطموكم، ما تردوا عليهم. هالاشخاص هني خلقوا بمكان بهالحياه ليقولوا هالقصص اللي جابوا حطموكم. خليكم قوية، ما تردوا على حدا، امشوا وانطلقوا. بقيني نهار كامل مع التلاميذ، نام هون وبكره بالحياه على البيت؟ لا.